ولكن أتوجه إلى بروكسل العاصمة البلجيكية، حيث وقر انعقاد القمة. ومن هناك تنضم إلينا مفدة التلفزيون المصري ليلى عمر. ليلى، يعني هل من الممكن أن تضعينا في إطار تفاصيل انعقاد القمة والاستعدادات قبل يعني الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم؟ نعم إلهام، أحدثك من داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يجري الآن لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافق وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء البلجيكي. هذا اللقاء سينتهي بعد قليل، بعدها سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي في نسختها السادسة، والتي تنطلق عصر اليوم في حوالي الساعة الثالثة إلى ربع، حيث سيكون هناك عدد من الكلمات الافتتاحية لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فان دير لاين، وهيكون هناك كلمة لرئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال باعتبار السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وكلمة لرئيس المفوضية الإفريقية، وأيضا كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبار فرنسا هي رئيسة الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية. هذه القمة إلهام سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من خلال مائدة مستديرة ستعقب الكلمات الافتتاحية. قمة هدفها الأساسي إيجاد نوع من أنواع الشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية حتى عام 2030، وتهدف لتحقيق اندماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي من خلال حزمة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. يسعى الاتحاد من خلال هذه القمة لإيجاد آلية تمويلية جديدة تهدف لدفع الشراكة بين القارتين وتمويل المشروعات الإفريقية. هذه القمة من المنتظر أن يخرج عنها 6 مبادرات مختلفة وثلاث حزم تمويلية، كما كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد صرحت من قبل بوجود دعم سيقدم للقارة بيبلغ حوالي 150 مليون دولار. سيقدم هذا الدعم للقارة في إطار المساعي لحمايتها من المخاطر ولدعمها اقتصاديا، خاصة أنها من أكثر تأثرت بالعديد من القضايا، منها قضايا صحية مثل جائحة كورونا، وأيضا تغير المناخ الذي يعد من الموضوعات الأساسية المطروحة على المائدة في هذه القمة. ومن النقاط أيضا التي سيركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرحها باعتبار مصر الدولة المستضيفة لقمة المناخ في دورتها 27 نهاية هذا العام في مدينة شرم الشيخ، كما سيكون هناك تطرق إلى موضوعات الطاقة في إطار الشراكة من أجل هذه الاستراتيجية خلال قمة التغير المناخي 26 في غلاسكو. هناك دعم سيقدم من خلال هذه القمة للقارة الإفريقية في مجالات الطاقة وغيرها، على مدار يومين ستناقش هذه الموضوعات، بالإضافة طبعا للحديث عن التعليم والتدريب المهني وتطوير النمو والحوكمة والسلام والأمن والاستقرار في دول القارة. إذن هي قمة منتظر منها تعزيز الشراكة إلهام على جميع الأصعدة ما بين القارتين الأوروبية والإفريقية في إطار علاقات مشتركة على مدار سنوات. ليلى، هل لديك تفاصيل عن لقاءات السيد الرئيس الثنائية بالأمس واليوم وما دار داخل هذه اللقاءات؟ نعم. نعم إلهام، كما تحدثت نحن الآن في رئاسة مجلس الوزراء، وبالفعل هناك لقاء يعقد مع رئيس وزراء بلجيكا، وفي الصباح كان هناك لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فان دير لاين انتهى منذ ساعات. كان هناك ترحيب من الجانب الأوروبي بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلجيكا، وهي الزيارة الأولى من نوعها، حيث أشاد الرئيس بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مصر، وأشادت رئيسة المفوضية بدور مصر في مختلف القضايا وبالتعاون المشترك وحرصها على مد جسور التعاون مع دول الاتحاد، وأكدت على دعم مصر في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأيضا ملفات الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. هذه الملفات التي ستكون أيضا مطروحة على القمة. بالنسبة للقاءات الأمس، كان يوم حافل باللقاءات المتنوعة، انتهى بلقاء مع ممثلي عدد من الشركات البلجيكية التي لها استثمار
في مصر وتسعى لدعم هذه الاستثمارات بشكل أكبر. هذه الاستثمارات مستمرة منذ سنوات طويلة، حيث شارك الجانب البلجيكي من خلال شركات في عدد كبير من المشروعات التنموية والقومية في مصر. سبق هذا اللقاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الذي أشاد بدور مصر في تحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية، وأشاد أيضا بدورها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت مصر نموذجا متميزا فيما يتعلق بهذه القضية. بالإضافة إلى لقاء آخر كان مع الملك فيليب ملك بلجيكا، الذي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الملكي، وأشاد بدور مصر في تقريب العالمين العربي والأوروبي. أما صباح الأمس إلهام، كانت هناك لقاءات أيضا اقتصادية تدعم الشراكة بين كل من مصر وبلجيكا على مدار 3 لقاءات مع 3 شركات عالمية. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملفات متعددة، كانت شركات في مجالات متنوعة منها التكريك والحفر والطاقة، حماية الشواطئ أيضا كانت من الموضوعات المناقشة، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. هذا إلهام بالنسبة للقاءات الرئيس التي جرت بالأمس. نعم ليلى، يعني كيف تتناول الصحافة يعني هذه القمة، وما هو المنتظر من هذه القمة على مستوى الصحافة؟ كيف يعني يرون يعني مخرجات هذه القمة الأوروبية الأفريقية؟ نعم إلهام، الحديث عما هو منتظر من هذه القمة، خاصة أنها تقام بعد توقف دام عدة سنوات. آخر قمة كانت في عام 2017، وتحدثت عن العديد من الملفات، كان أهمها الاهتمام بشباب القارة الإفريقية. الحديث في مختلف الوسائل الإعلامية يتحدث عن أفاق المستقبل والشراكة، هناك التركيز على فكرة أو موضوع التغير المناخي وتأثيراته السلبية، خاصة أن هذا الموضوع طرح من خلال قمة المناخ 26، وهناك قمة منتظرة له، لكن أيضا تلقي هذه القمة الضوء عليه، وهناك اهتمام من الإعلام بهذا الجانب تحديدا، خاصة وأن هذه القضية هي الشغل الشاغل، بالإضافة إلى الملف الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية. هناك انتظار لمبادرات وشراكات مستمرة ومواثيق واتفاقيات تنتج عن هذه القمة. أشكرك جزيل الشكر ليلى عمر، مفدة التلفزيون المصري، على هذه التفاصيل، وبالتأكيد المتابعة معك مستمرة على مدار اليوم.